ورهيبة بريس أوفياء، مرحبا بكم في مراسلة خاصة من ملعب تدريب المنتخب الوطني المغربي، حيث أجرت العناصر الوطنية حصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة زامبيا. الحصة التدريبية عرفت حضور جميع اللاعبين بمن فيهم نصير مزراوي. نترككم بعد مع بعض لقطات الحصة التدريبية وكذلك تصريحات بعض الإخوة الصحفيين حول توقعاتهم حول مباراة الغد، والتي ستكون فاصلة من أجل تحديد المركز الذي سيحتله المنتخب الوطني المغربي بعد نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات. بالنسبه لي ما غاديش تكون صعيبه كل المباراه الثانيه. التوقع ديالي بان المنتخب الوطني المغربي هو اللي غادي يستحوذ على الكره. اما التوقع ديال نتيجه المباراه دائما كيبقى ملغوم، ولكن كرويا كيبان بما ان المباراه تلعب ليلا اتوقع بان غادي يكون فوز بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. الحصه التدريبيه الاخيره كما تابعوها دابا عرفت الحضور جميع العناصر ديال المنتخب الوطني المغربي، ما فيهم الزراوي اللي شارك بشكل عادي في الحصه التدريبيه ديال اليوم، وبالتالي كيبان هذاك لوبيوس، كيبان هذيك الحماس المرح ما بين اللاعبين. نتمنى على انهم يترجموها يعني في المباراه ديال الغد باش انهم يرجعوا الثقه بالنسبه لهم، خاصه انه كان تعادل صعيب، وكذلك يعطيو الثقه بالنسبه للجماهير المغربيه. كما قال وليد، مباراه ممكن يكون فيها بعض التغييرات في بعض المواضيع، ولكن اللي نقول لك بان الهدف هو انهم ينتصروا اليوم. الحصه كان فيها المرح هنا في الحصه التدريبيه، ونتمنى على انه غدا يكون فيها المرح كذلك، ولكن بالاهداف في المباراه الاخيره باش اننا نمشيو للصدارة. تحيه لكم. اولا الحصه الندوه الصحفيه ديال المنتخب الوطني الوليد الكراكي بين لنا التفاؤل تاعو والرغبه تاعو الكبيره باش انه يتصدر المجموعه، يتاهل كمتصدر المجموعه. بعد ما تابعنا الحصه التدريبيه بان لنا جميع اللاعبين حاضرين على راسهم اللاعب نصير المزراوي. ان شاء الله كنا تفاؤل ان المنتخب الوطني المغربي قادر انه يحقق نتيجه ايجابيه وتصدر المجموعه السادسه، حيت المنتخب الوطني ما كت المركز اللي كيستاهل هو المركز الاول كمتصدر المجموعه، رغم انه حسم التاهل من الجوله الثانيه. المباراة ستكون شيئا ما سهلة مقارنة بمواجهة الكونغو، رغم أن هناك لا وجود لمباريات سهلة وصعبة هنا في الكان، والدليل يعني النتائج مسجلة لحدود اللحظة، لكن ظروف المباراة قد تبدو يعني أسهل للمنتخب المغربي، خصوصا ما عشناه في المباراة الثانية أمام المنتخب الكونغولي وسط درجة حرارة ورطوبة يعني مرتفعة، ما أثر سلبا على مردودية اللاعبين. نتمنى أن يدخل المنتخب المغربي بالتركيز التام لحسم هذه المباراة، واكيد ضمان التاهل كمتصدر للمجموعه. شفنا التواجد ديال المزراوي والتدرب ديالو بشكل عادي مع المجموعه، واش يمكن نتوقعوا انه يكون حاضر في مباراه الغد؟ اكيد في الناخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يسبق المباراه هناك في الندوه في قاعة الندوة التابعة لملعب لوغون بوكو أكد ذلك، وأكد أو أشار ولمح لإمكانية يعني منح بعض الدقائق للاعب نصير مزراوي. هذا سيفيد اللاعب خصوصا أنه من بين الركائز الأساسية للمجموعة، يعني حسب ظروف المباراة، حسب نتيجة المباراة، في حال يعني التقدم بشكل مبكر في النتيجة قد نرى مزراوي ضمن اللاعبين في المباراة إن شاء الله.